التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تعهدت الهيئة الوطنية للانتخابات بتوافر واستيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية للانتخابات الرئاسية المقبلة. وتعهد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بن داري بالتكفل لراغبي الترشح للانتخابات بإعمال حقهم كاملا. وتتعهد الهيئة الوطنية للانتخابات بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملا متى توفرت فيهم شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية، حيث سيتقدم كل راغب بأوراق ترشحه إلى الهيئة والتي ستقوم بمراجعة سائر الطلبات ومدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط، لتعلن في أعقاب ذلك الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات الرئاسية، وتحدد لهم توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة لعرض برامجهم على جمهور الناخبين. أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الانتخابات الرئاسية ستقام تحت إشراف قضائي كامل ومراقبين دوليين ومحليين. وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بن داري إن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات لكل من يحاول التشكيك في عمل الهيئة أو الانتخابات. لقد تابعت الهيئة الوطنية ما تم تناوله خلال الفترة السابقة من محاولات البعض التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية قبل الإعلان عن الجدول الزمني الانتخابي، وإذ نؤكد أن الهيئة لن تتهاون بأي شكل من الأشكال في اتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق أحكام القانون تجاه أي شخص أو مؤسسة تحاول أن تشكك في شفافية ونزاهة عمل الهيئة الوطنية للانتخابات، كما لن تسمح الهيئة بأي أشكال من أشكال التجاوز أو التطاول، وسيتم اتخاذ الإجراءات التي كفلها القانون ضد كل من يحاول تشويه ذلك العرس الديمقراطي. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات تحديد 25 من الشهر الجاري للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية. وتعهد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بن داري بالوقوف على مسافة واحدة من جميع مرشحي الانتخابات الرئاسية. تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها في الانتخابات التي ستجرى بكل شفافية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية والوطنية تحت إشراف قضائي كامل إعمالا لنص الدستور والقانون، فضلا عن أنها ستتيح للمرشحين جميعا أن يكون لديهم مندوبون عنهم في سائر اللجان الفرعية والعامة وحضور وقائع فرز صناديق الاقتراع، علاوة على السماح بمتابعة ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للعملية الانتخابية بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية المتبعة في هذا الشأن، إلى جانب السماح لمندوبي وممثلي الصحافة والإعلام المحلي والإقليمي والدولي. We'll be right back.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار. أستاذ عصام أرحب بك. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أستاذ عصام، كما تابعنا الهيئة الوطنية للانتخابات شددت اليوم على إقامة الانتخابات الرئاسية وذلك تحت إشراف قضائي كامل وبمراقبين دوليين أيضا، في رأيك كيف سيؤثر ذلك على سير الانتخابات الرئاسية المنتظرة؟ والحقيقة كل المعايير اللي ذكرها النهاردة سيادة المستشار أحمد البنداري هي بتنبئ عن أن العملية الانتخابية زي ما هو قال بالضبط ستتم طبقا للمعايير القانونية والدستورية والمعايير الدولية أيضا، وأنها ستتم بمنتهى الشفافية والسماح لجميع منظمات المجتمع المدني اللي هتقدم وتسجل، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المصرية والأجنبية إنها تتابع هذه العملية الانتخابية. فطبعا ده قمة مقاييس الشفافية والنزاهة والمتابعة الانتخابية الحقيقة يعني. نعم. فده بيدي مؤشر جيد جدا على نزاهة العملية الانتخابية، وهذه طبعا يعني حضرتك يعني دي انتخابات رئيس جمهورية مصر العربية، مصر العظيمة، مصر اللي بتاريخها، فرئيسها لابد طبعا أن تكون العملية الانتخابية بهذه القيمة وهذا القدر. نعم. أستاذ عصام، نتحدث أيضا عن الوعي بأهمية المشاركة السياسية، يعني دور الأحزاب وسيادتك رئيس حزب المصريين الأحرار في زيادة التوعية بالمشاركة السياسية وأهميتها في هذا الاستحقاق الرئاسي القادم. الحقيقة هو استحقاق، أقول أنه واجب وطني على كل مصر، لأنه في المقام الأول رئيس مصر هو واجهة مصر وهو من يمثل المواطن المصري الأصيل، فلابد أن يكون يحرص على المشاركة ولابد أن يحرص على الاختيار الجيد وهو بيصوت. اللي أنا أقصده كمان حضرتك أن إحنا كحزب، إحنا أول حزب يمكن يوم 3 يوليو أعلننا أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مرشحنا، ونزلنا بنستطلع وبنتكلم مع ناس في الشارع، وهنا رد على سؤال حضرتك. نعم. كأحزاب سياسية لازم ننزل، وكل طبعا حزب يعني يدلو بدلوه يؤيد من يؤيده، دي قمه الديمقراطيه وده اللي احنا بنعمل بيه في جمهوريه جديده. لكن كلنا سواء كان مؤيد لمرشح ما او اخر لازم يبقى الهدف الرئيسي بتاعنا على ان احنا نحس المواطن ونعرفه بقيمه واهميه انه يكون بيشارك في الانتخابات دي وانه يدلي بصوته فيه. نعم. نقطة مهمة وحيوية جدا لتكملة العرس الديمقراطي الكامل في العملية الانتخابية. نعم. وماذا عن خطتكم بعد أن تحدد موعد الانتخابات كما ذكرنا منذ قليل في 25 من الشهر الجاري، كيف سيتم تكثيف التوعية للناخبين بجوانب العملية الانتخابية خاصة ربما في المحافظات القرى النجوع ليس على مستوى القاهرة الكبرى فقط؟ الحقيقة حضرتك احنا ابتدينا ولما ابتدينا حتى كمان بداية أول شرارة للحملة التبريدية اللي عملناها كان في عروس الصعيد أو في عاصمة الصعيد في محافظة أسيوط، ومستمرين لأنه العملية الانتخابية أو عملية الاقتراع دي المرحلة النهائية من الشغل الانتخابي. فاحنا ابتدينا ننزل شارع ونسمع آراء الناس ونشوف آراء الناس ونشوف انطباعاتهم يعني برضه بنساعد ونتناقش معاهم في كيفيه ان انا اختار المرشح بتاعي، ازاي انا اختار اللي انا هصوت له بناء على ايه؟ هتبقى المقاييس ايه؟ الكلام اللي بيتقال هل كلامي قابل للتطبيق ولا لا؟ علشان يكون الاختيار المواطن يبقى هو داخل بيختار بقناعه كامله. نعم. شكرا جزيلا لك الاستاذ عصام خليل رئيس حزب المصريين الاحرار، كنت معنا عبر الهاتف. وتشهد العملية الانتخابية استعدادات لوجستية لإجراء الاستحقاق الرئاسي على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقانون. هذا وقد ساهمت اجتماعات الحوار الوطني بتقديم الأفكار والمقترحات والتوصيات اللازمة لدعم وتعزيز الحراك السياسي والعمل الحزبي في الشارع. استعدادات لوجستية لإجراء الاستحقاق الرئاسي على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات، لا سيما وأن الدولة ماضية بخطى واثقة في ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة وقواعدها القائمة على احترام الدستور والقانون وتوسيع نطاق المشاركة.
فالانتخابات الرئاسية المقبلة استحقاق دستوري مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة بما يتواكب مع ما يحرزه الوطن من نهضة تنموية غير مسبوقة على مختلف الأصعدة. وعليه فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 248 لسنة 2023 باستكمال تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعيين عن طريق الندب. ونظرا لأهمية الإشراف القضائي على الانتخابات، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي استجابة لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بدراسة إجراء تعديل تشريعي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات للسماح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي إطار دوره الوطني، ساهمت اجتماعات الحوار الوطني بتقديم الأفكار والمقترحات والتوصيات اللازمة لدعم وتعزيز الحراك السياسي والعمل الحزبي في الشارع، مساهمات فاعلة التقطتها الأحزاب السياسية لتقوم بدورها السياسي لتقديم المرشحين بأفكارهم وبرامجهم المتنوعة والتي تعبر عن آراء مؤيديهم واحتياجاتهم في الساحة السياسية، وذلك في إطار العمل الحزبي الذي يرمي إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين. وليأتي الدور الأهم بعد ذلك للمواطن في العملية الانتخابية، والذي يتمثل في ترجمة ما ألقي عليه من أفكار وبرامج إلى تصويت واختيار لمن يراه مناسبا وأهلا لمنصب الرئيس، وليساهم أيضا بدور حيوي في تشكيل المستقبل السياسي للبلاد. وبحسب بنود الدستور، فإنه قد تم تعريف المواطن الذي يحق له الانتخاب بأنه كل من بلغ سنه 18 عاما وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرجا بقاعدة بيانات الناخبين، وهو ما يوسع من قاعدة المشاركة الانتخابية ويعطي لها حيويتها في التعاطي والتجاوب. الانتخابات الرئاسية ليست مجرد حدث سياسي كبير له أهميته المعهودة، وإنما هو خطوة لاستكمال المكتسبات التي حققها المصريون خلال العقد الأخير. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تم التنسيق مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي بهدف إعداد القوانين الخاصة بالحزمة الاجتماعية الجديدة لإقرارها من البرلمان في الأول من أكتوبر المقبل. وشدد رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعية على أن الدولة بهذه القرارات تكون قد تدخلت بأكثر من حزمة حماية اجتماعية استثنائية في ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع نسب التضخم، وذلك حرصا على صالح المواطنين. وقال رئيس الوزراء إن القرارات تعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم على مراعاة البعد الاجتماعي والسعي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الآثار التي تفرضها الظروف الاقتصادية الراهنة. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع رولينج بلاس لتصنيع الإطارات على مساحة 400,000 متر مربع باستثمارات 1 مليار يورو تنفذ على 3 مراحل بمنطقة العين السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ويستهدف المشروع إنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والنقل الخفيف والثقيل باستثمارات 1 مليار يورو وبطاقة إنتاجية 7 ملايين إطار سنوياً عند تشغيل مراحل المشروع بالكامل، وذلك من أجل توطين عدد من القطاعات الصناعية وتوفير احتياجات السوق المحلية. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن تطوير منظومة المعلومات بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وإنشاء منصة جيومكانية لحوكمة منظومة التصرفات وحصر الملكيات. ويستهدف بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتطوير منصة تكنولوجية متكاملة لتنظيم وإدارة الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية للمواطنين والمستثمرين. وتشمل هذه الخدمات التصرفات أو التعاقدات أو التحصيلات بداية من تقديم الطلب وإرساله للهيئة، ثم العمل عليه من قبل موظفي الهيئة من خلال نظام يدير دورات العمل مع إتمامها والربط مع الجهات التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية إلكترونياً.
يعد نصر أكتوبر 1973 شاهداً على نجاحات وقدرات غير مسبوقة لرجال القوات المسلحة المصرية، حيث سطر الجيش المصري خلاله اسمه كأحد أبرز الجيوش في العصر الحديث. هذا النصر المجيد أضاف للجيش المصري مكانة كبيرة بين جيوش العالم، وأصبح بعدها محط تقدير جميع الدول. تثبت الأيام أن القوات المسلحة المصرية الدرع والسيف الحقيقي للشعب المصري، وواحدة من أعظم جيوش العالم، تملك رجالاً لا يعرفون المستحيل، وعقولاً لا تعرف لكلمة الاستسلام سبيل. جيش وطني لا تعرف عقيدته سوى الفداء والأمانة والشرف، فكان ولا يزال محط تقدير كافة دول العالم. ويعد نصر أكتوبر 73 شاهداً على نجاحات وقدرات غير مسبوقة، حيث سطر الجيش المصري بحروف من ذهب اسمه كأحد أبرز الحروب في العصر الحديث. هي حرب نفذت خلالها كافة أنواع التخطيط والتدريب والتنفيذ والخداع الاستراتيجي، وتحت شعار الجهد في التدريب يمنع الدماء في المعركة، بدأت القيادة السياسية المصرية التجهيز للحرب بعد هزيمة 67، حيث قامت من خلال القيادة العامة للقوات المسلحة على إعادة بناء صفوفها في وقت قياسي. فبعد 6 سنوات فقط نجحت في خوض المعركة وتحقيق النصر، ونجحت مصر في إنشاء حائط الصواريخ المضاد للطائرات على طول خط المواجهة مع إسرائيل وفي العمق المصري، وتم بناؤه في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وحمى الجيش أثناء حرب أكتوبر 73 استغرق بناء حائط الصواريخ 40 يوماً، وكان يضم مجموعات منفصلة من قوات الدفاع الجوي المدفعية المضادة للطائرات ووحدات الصواريخ وأجهزة الرادار والإنذار، إضافة إلى مراكز القيادة المشتركة التي أنشأتها مصر عام 1970 بهدف صد الهجمات الجوية الإسرائيلية. وكان لهذا الحائط دور كبير في تحييد القوات الجوية الإسرائيلية خلال حرب أكتوبر 73، مما سهل عملية العبور واجتياز خط بارليف وإتاحة رؤوس الكباري على الضفة الشرقية لقناة السويس، حيث كانت العقبة الرئيسية أمام القوات المصرية هي تفوق الطيران الإسرائيلي. ونجحت القيادة العامة للقوات المسلحة بإعادة الروح المعنوية للمقاتلين بعد هزيمة 67، كما لعب الشعب المصري دوراً هاماً في الوقوف خلف قواته المسلحة مدافعاً عنهم ومطالباً برد الاعتبار، والذي جاء سريعاً بعد 6 سنوات فقط من تلك الهزيمة. كما عملت القيادة السياسية على إعادة تسليح الجيش المصري ورفع القدرة القتالية لأبطال القوات المسلحة، وإجراء محاكاة للحرب من أجل تأهيل القوات لتنفيذ المهمة الأصعب في التاريخ المصري، والتي لعبت خطة الدفاع الاستراتيجي خلالها النقطة المحورية للفوز بالمعركة. وجاء يوم 6 أكتوبر كالصاعقة على رؤوس الإسرائيليين وقادتهم، وكان كالزلزال الذي هز إسرائيل كثيراً، حيث انطلقت الطائرات المصرية في عمق سيناء لتدمر المواقع الاستراتيجية بها، وفتحت أبواب النصر العظيم أمام القوات المصرية في عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف المنيع، لتسترد مصر أرضها وكرامتها، وتلقن الإسرائيليين درساً لن ينسوه، وتهدم نظرياتهم في الأمن، وتقطع ذراعهم الطولة، لتكون حرب 67 هي بداية النهاية لهذه القوة الإسرائيلية. كما أعطت القوات المسلحة المصرية دروساً في الروح المعنوية العالية التي استطاعت خلال 6 سنوات فقط أن تعيد بناءها، وتثبت أن هزيمة 67 لا تتحملها هذه القوات العظيمة. يأتي اليوم ونحن مرفوعة هامات، مرتفعة راياتنا، ولكن علينا أن نعرف أن المهمة لم تنتهي بعد. إنني أتكلم من واقع خبرة مصرية فريدة لشعب قام بجهد جبار
لسعادة دولته وإنقاذ هويته، واختار أن تكون الدولة الوطنية القادرة والعادلة بابه للإصلاح وتحقيق تطلعاته في الحرية والتنمية والكرامة. جدد وزير الخارجية سامح شكري تضامن مصر مع السودان وشعبه، مشيرا إلى أن القاهرة تولي اهتماما خاصا بأمن السودان واستقراره. جاء ذلك خلال كلمة مصر في الاجتماع الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، والذي تنظمه مصر بالتعاون مع السعودية وقطر والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. لا يزال يعاني فيه الشعب السوداني الشقيق من الكارثة الإنسانية التي حلت عليه باندلاع الصراع العسكري. وتكرر مصر تضامنها مع الشعب السوداني الشقيق لتجاوز المحنة الراهنة، وستواصل جهودها لمساعدته وتمكينه من الحصول على ما يستحقه من حياة كريمة في دولة آمنة ومستقرة، إذ إن مصر ترتبط بعلاقات تاريخية وجغرافية ممتدة مع السودان، وتولي اهتماما خاصا لأمنه واستقراره باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي. أكد وزير الخارجية سامح شكري أنه لا ينبغي أن تتحمل دول جوار السودان وحدها وطأة الأزمة، محذرا من أن مفاقمة الأعباء والضغوط بتلك الدول من شأنه أن يزيد من هشاشة المجتمعات المضيفة على النحو الذي قد يهدد التعايش السلمي ويدفع إلى حركات الهجرة غير الشرعية. ونواها شكري بضرورة تضافر التقاسم المنصف للأعباء والمسؤوليات باعتبارها الحل الأوحد لتخفيف الأعباء الواقعة على كاهل تلك الدول، كما شدد على ضرورة حشد الجهود الدولية لسد الفجوات التمويلية القائمة. يظل التقاسم المنصف للأعباء والمسؤوليات الحل الأوحد لتخفيف الأعباء الواقعة على كاهل تلك الدول وللتعامل مع أزمة النازحين بشكل فعال ومستدام، لا سيما في ظل غياب آفاق واضحة للحل. كما نتطلع لتلقي مزيدا من الدعم من مختلف الوكالات الأممية العاملة في نطاق الإنساني لمعاونتنا الاطلاع بهذه المسؤولية، ونناشد على ضرورة تضافر الجهود الدولية باعتباره أمرا ملحا من أجل سد الفجوات التمويلية القائمة ووفاء الدول بتعهداتها. وأكد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمجابهة المخاطر الإرهابية المعاصرة واقتلاعها من جذورها. وشدد شكري خلال ترأسه الاجتماع الوزاري 13 للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب على ضرورة عدم تكرار أخطاء الماضي والتي أفضت إلى توفير الملاذ الآمن للتنظيمات الإرهابية، مؤكدا على ضرورة مضاعفة جهود مكافحة الإرهاب من جذوره المتمثلة في الفكر المتطرف والتحريضي بما يشكله من مظلة فكرية جامعة تستند إليها مختلف التنظيمات الإرهابية، ومواجهة من يتبنون هذا الفكر ويقدمون له الدعم، بحيث تتحمل جميع الدول مسؤولياتها في التعامل مع تداعيات مثل هذه السياسات. هذا وقد شارك وزير الخارجية سامح شكري في قمة الطموح المناخي بنيويورك، حيث ألقى كلمة خلال الجلسة الصباحية للقمة بصفته رئيس مؤتمر المناخ كوب 27. ونوه وزير الخارجية في كلمته إلى رؤية مصر للتحول في الطاقة باعتبارها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي، وهو ما انعكس في إجراءات جادة تتضمن استراتيجية المناخ 2050 وخطة التنمية المستدامة 2030، كما استعرض الإجراءات المصرية للتحول الكامل لقطاع النقل ليصبح أكثر استدامة، والسعي لتصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة خاصة الهيدروجين الأخضر.
على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيرته النيوزيلندية نايا ماهوتا، حيث أكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات النيوزيلندية في مصر، مشيرا إلى استعداد مصر لتقديم جميع سبل الدعم والتسهيلات. وخلال اللقاء أعرب شكري عن تطلع مصر لاستضافة الجولة السادسة لآلية التشاور السياسي بين الدولتين في أقرب فرصة، وتطرق الاجتماع إلى استعراض الجهود المصرية في التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتشجيعهما على استئناف عملية السلام، فضلا عن الأوضاع في السودان وليبيا والجهود الدبلوماسية التي تقوم بها مصر في هذا الصدد لتهدئة الأوضاع في محيطها الإقليمي. أدانت مصر التصعيد الذي قامت به القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها في مدينة جنين، والذي أسفر عن استشهاد 6 مواطنين فلسطينيين. ودعت الخارجية في بيان لها السلطات الإسرائيلية إلى ضرورة تغليب مسار التهدئة والنهي عن تبني سياسات العقاب الجماعي بالبلدات والمدن الفلسطينية. واعتبرت مصر أن مثل تلك الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني تنتهك قواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، منوهة إن هذه الاعتداءات تقوض أيضا من المساعي الدولية والإقليمية الرامية لإعادة إحياء عملية السلام القائم على أساس حل الدولتين. وجددت مصر دعوتها إلى المجتمع الدولي بالضرورة للاضلاع بمسؤولياته والتحرك الفوري لدرء مخاطر التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة على التزامها الراسخ بدعم الحقوق الفلسطينية. ذكر بيان للديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل بقصره برباط خصصت لإعادة إعمار 6 مناطق منكوبة من الزلزال بمبلغ نحو 11.7 مليار دولار على مدى 5 سنوات. وأضاف البيان أن البرنامج العاجل موجه لإعادة إعمار المناطق الست، والذي يشمل في المجمل 4.2 مليون من السكان. أخبار التساعة لا تزال مستمرة مع حضراتكم وتتابعون فيها. وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل جنود من قوات حفظ السلام بعد إطلاق النار عليهم في ناغورنو كاراباخ. أكد رئيس أذربيجان إلهام علييف استعادة بلاده السيادة على إقليم ناغورنو كاراباخ، وأن الانفصاليين الأرمن بدأوا الانسحاب وتسليم أسلحتهم بموجب اتفاق لوقف النار تم التوصل إليه بعد عملية عسكرية شنتها باكو. وأضاف علييف في خطاب أن قوات باكو دمرت معظم قوات الانفصاليين وعتادهم العسكرية وأعادت بسط سيادتها في هذه المنطقة المتنازع عليها منذ عقود مع أرمينيا. تظاهر آلاف الأرمنيين خارج مقر رئيس الحكومة نيكول باشينيان في يرفان احتجاجا على طريقة إدارة أزمة إقليم ناغورنو كاراباخ. واتهم المتظاهرون الذين أغلقوا الشوارع المحيطة بالمقر الحكومة بالتخلي عن الأرمن الذين يشكلون غالبية سكان الإقليم بعد العملية العسكرية التي بدأتها أذربيجان أمس وانتهت بعد نحو 24 ساعة باستسلام الانفصاليين. وعلنت باكو والسلطات الانفصالية الأرمنية في ناغورنو كاراباخ وقفا لإطلاق النار بعدما وافق الانفصاليون على إلقاء أسلحتهم وبدء محادثات الخميس حول إعادة دمج المنطقة المتنازع عليها. أكد
أكدت وزارة الدفاع الروسية أن جنودا روس من قوات حفظ السلام في ناغونو كاراباخ لاقوا حتفهم بعد تعرض سيارتهم لإطلاق نار. وأضافت الوزارة الروسية أن قوات حفظ السلام الروسية كانت عائدة من نقطة مراقبة بالقرب من قرية في أذربيجان عندما تعرضت لهجوم بأسلحة صغيرة، ولم تذكر عدد الجنود الذين كانوا في السيارة. وإلى ملف الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن معادلة السلام التي تطرحها بلاده هي الأساس لأي حل. وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، شدد زيلنسكي على أن مساعدة بلاده بالأسلحة وتصعيد العقوبات على روسيا يساهم في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة. ينبغي حماية هذه الأرواح، إلا أنني لن أكون في هذه الجلسة اليوم لولا أردنا أن نوفر الحلول. البارحة أمام الجمعية العامة قلت أن معادلة السلام الأوكرانية باتت الأساس لتحديث الهيكل الأمني العالمي الراهن، وذلك من أجل إعادة النفوذ الفعلي لميثاق الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على القواعد. اسمحوا لي أن أقدم لكم الآن بعض التفاصيل المحددة على أساس معادلة السلام، وبشكل خاص النقطة 5 المتعلقة بتنفيذ ميثاق الأمم المتحدة واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا والنظام العالمي. اعترض سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نابينينزيا قبيل بدء الاجتماع على إلقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي كلمة أمام مجلس الأمن والذي ترأسه ألبانيا الشهر الجاري. ورفض المندوب الروسي إعطاء زيلنسكي الكلمة الأولى وأن يشارك في الجلسة، معتبرا أن ذلك انتهاك لميثاق الأمم المتحدة. من جانبها دافعت ألبانيا عن كلمة الرئيس الأوكراني في جلسة مجلس الأمن. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الدول المشاركة في اجتماع مجلس الأمن إلى المساعدة في منع المزيد من تصعيد الأزمة في أوكرانيا. وأشار غوتيريش خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي إلى أن مبادرة البحر الأسود ساعدت على تصدير الأسمدة والحبوب. لا نزال نتواصل مع جميع الأطراف لنضمن تصدير الحبوب والأسمدة بشكل آمن من روسيا وأوكرانيا. لابد لعملية التصدير أن تتم بشكل منتظم ومستقر وألا تتعرض لخطر الانقطاع. وأحث جميع الدول الأعضاء على دعم جهودنا. سيدي الرئيس، تستمر الأمم المتحدة في العمل على سلام دائم وعادل في أوكرانيا وفقا للميثاق والقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة. أحث جميع الدول على المساهمة في منع مزيد من التصعيد وعلى وضع الأساس على وضع أساس راسخ للسلام المستدام. نحن ملتزمون تماما بسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ضمن حدودها المعترف بها دوليا. هذه الحرب تتسبب بالفعل في معاناة لا يمكن تصورها، استمرارها يهدد بمزيد من التصعيد. ما من بديل أبدا عن الحوار والدبلوماسية والسلام العادل. تواصل حملة 100 يوم صحة بمحافظة أسيوط أعمالها في تقديم الخدمة الطبية وخدمة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وذلك بهدف تعزيز اهتمام الدولة بالنهوض بالخدمات التي تقدم بها في مجال الصحة العامة خاصة للفئات الأولى بالرعاية. وقد أجرت المبادرة الكشف على أكثر من 700 ألف مواطن حتى الآن في مختلف مراكز وقرى أسيوط من خلال فرقها المنتشرة في أرجاء المحافظة. احنا هنا متواجدين في جامعة أسيوط ضمن سلسلة التعاون بين الجامعة والصحة من أول الشهر كده، من يوم 4 تقريبا
احنا بنروح في كل مكان، بنروح في كل المصالح الحكومية، بنروح الكنائس، بنروح الجوامع، بنقدم فيها كل المبادرات الرئاسية اللي معانا، أمراض مزمنة، صحة مرأة، الأورام السرطانية، بنقدم لهم الخدمات مجانا. النهاردة احنا الحمد لله موجودين ضمن فعاليات حملة 100 يوم صحة اللي بدأت فعالياتها من 25/6 ومستمرة لغاية 1/10. النهارده في الجامعه بدانا من شهر 9 ومستمرين ان شاء الله لغايه انتهاء فعاليات الحمله. بفضل الله تم فحص 710 الف مواطن على مستوى المحافظه بدايه من بدايه فعاليات الحمله ومستمرين. كان عندنا برضو اجمالي التردد على مبادره الاورام السرطانيه، الحمد لله المحافظه احتلت المركز الثاني على مستوى الجمهوريه. بننزل مع الفريق سواء في الجامعه او هيئات حكوميه في الشارع، حتى بنوعي الناس عن المبادره. المبادره بتستهدف الامراض المزمنه وعتلية الكلوي. انت بتيجي كل الحاجات دي بمجان، بتقيس ضغط وسكر وظائف كلى. لو عندك ضغط عالي او سكرك عالي بنعمل لك وظائف كلى. احنا الفريق ده بيوعي المواطنين عن المبادرات الرئاسيه المجانيه. بنهدف للمواطن ان هو يتوعى بشكل كامل عن المبادرات دي. يستقبل مع معرض أهلا مدارس الرئيسي بشارع فيصل بجيزة كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30%. مزيد حول أهلا مدارس ينضم عبر الهواء مباشرة زميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري من مقر المعرض بشارع فيصل بجيزة. أحمد، يعني هل لك أن تلقي لنا الصورة ومدى الإقبال على المعرض؟ نعم محمد وليلى، تحية لكم. بالفعل هناك إقبال كبير جدا من المواطنين على زيارة هذا المعرض، معرض أهلا مدارس هنا في شارع فيصل بمحافظة الجيزة. هناك أربع معارض مثل هذا المعرض مقامة في محافظة الجيزة بالطبع للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر المصرية قبل بدء العام الدراسي. هذا المعرض يقدم جميع مستلزمات الدراسية وما يحتاجه الطالب سواء من كراسات أو أقلام للدراسة أو من شنط دراسية أو من زي مدرسي أو من أحذية. كذلك هناك مجموعة من المواد الغذائية وأيضا مواد المنظفات. فبالتالي نحن نتحدث عن معرض أهل المدارس، هو معرض شامل للأسر المصرية. التخفيضات كبيرة جدا، يعني كنا نتحدث عن تخفيضات تصل إلى 30%، ولكن حينما دخلت بداخل المعرض وتجولت في الأجنحة التي تصل إلى أكثر من 60 جناح هنا في هذا المعرض، وجدت إلى أن التخفيضات تصل في الحقيقة إلى نحو 50% وجودة عالية جدا. هناك أيضا المنتج المصري يعني يتوفر بجودة عالية، وهناك حالة رضا كبيرة من المواطنين والذين يقومون بشراء هذه المنتجات قبل بدء العام الدراسي. نحن نتحدث هنا عن هذا المعرض على مساحة 2000 متر، وبالتالي مساحة كبيرة، ويعني يستمر هذا المعرض حتى 14 من أكتوبر القادم، وقد انطلق وافتتحه دورة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتم افتتاحه في 17 من شهر سبتمبر الحالي. وبالتالي نتحدث عن إقبال كبير جدا من المواطنين على شراء هذه المستلزمات. طب هل تحدثت مع المواطنين في محافظة الجيزة؟ أحمد، هل لك أن تصد لنا انطباعات من ذهبوا إلى المعرض أهلا مدارس؟ نعم محمد، يعني أنا تحدثت مع الصغار والكبار أولياء الأمور، صغار سن طلاب في مراحل دراسية مختلفة سواء في مرحلة الابتدائي أو الإعدادي أو مرحلة الثانوية العامة. جميع الطلاب وأولياء الأمور هم في حالة رضا، في حالة سعادة كبيرة، يتحدثون عن تخفيضات غير مسبوقة لم يجدوها في أي من المكتبات الأخرى
أو في الأماكن خارج هذا المعرض بالفعل يتحدثون عن تخفيضات رائعة للغاية في جميع المستلزمات الدراسية، سواء في المواد الدراسية أو في الزي المدرسي أيضا أو الأحذية وغيرها من المواد، هذا بالإضافة إلى المواد الغذائية التي أيضا يقدمها هذا المعرض لجميع الأسر المصرية هنا في المناطق المجاورة في محافظة الجيزة. وبالتالي نحن نتحدث عن فرصة رائعة للمواطنين، هذه الفرصة مستمرة من 17 من سبتمبر وحتى 14 من شهر أكتوبر القادم، لكي ينتزعها المواطن ويستفيد من هذه العروض والخصومات التي تستمر حتى منتصف الشهر القادم بإذن الله. أشكرك جزيل الشكر أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من معرض أهل المدارس. تواصل معارض أهل المدارس المنتشرة في أنحاء محافظة دمياط تقديم وبيع الملابس والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، تصل نسبة التخفيض فيها من 10 إلى 30%، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية. من جانب صرح مدير معرض مدينة دمياط أيمن الشوبكي أن المعرض سيستمر لمدة شهر بمشاركة 26 عارضا، ويضم جميع المستلزمات الخاصة بالمدارس من زي مدرسي لجميع المراحل الدراسية وأحذية وحقائب وجميع الأدوات المكتبية. موجود به جميع الأدوات الكتابية والأدوات المدرسية والهدوم المدرسية بخصم يصل من 10 ل 30%، وده طبعا طبقا للتعليمات الرئاسية ان احنا بنحاول نخف عن كاهل المواطن الدمياطي. الأسعار هنا موجودة وبجولة عالية جدا، من تيشيرت لشنطة مدارس لأدوات مكتبية لكتب خارجية، وده كله موجود هنا بأسعار مخفضة جدا. والله الأسعار هنا كويسة يا جماعة، لما لقيت المبادرة جيت سألت لقيت الأسعار أرخص من بره وخامة كويسة، وبجد في متناول للجميع، يعني هنا أسعار في أي حد يشتريها. جات المعرض اشتريت منه حاجات حلوة وكويسة جدا، والأدوات اللي فيها جميلة، وسمعت عنه من الناس وحلو جدا وأسعاره جميل. انطلقت فعاليات الملتقى 12 لأهل مصر والذي تقيمه هيئة قصور الثقافة، وتأتي فعاليات هذا العام بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. يهدف الملتقى إلى دمج المجتمعات الحدودية مع باقي المجتمع المصري وتبادل الخبرات والثقافات وعدم الانغلاق على النفس. هذا وتضمن الملتقى ورش عمل مختلفة مثل تعليم الديوكوباج والخيامية وكتابة السيناريو وغيرها، بالإضافة لإلقاء محاضرات في التنمية البشرية والتعريف بين الشباب، وتنظيم زيارات ميدانية مختلفة إلى ميناء العريش ومدينة الشيخ زويد وغيرها من الزيارات الميدانية. وللمزيد حول فعاليات الملتقى 12 لأهل مصر بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين. تحياتي من شمال سيناء وتحديدا من مدينة العريش، حيث يتم أو تم اليوم تحت رعاية السيدة دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة تدشين الموسم 12 من أبناء مصر الذي تقيمه هيئة قصور الثقافة. وقد وقع الاختيار في هذا الملتقى في نسخته الحالية على مدينة العريش الساحلية في شمال سيناء. هذا الملتقى الذي يهدف إلى الجمع بين أبناء مصر من المحافظات الحدودية في أسوان، في البحر الأحمر، في شمال سيناء، في مطروح، في سيوة، في الوادي الجديد إلى آخره من المحافظات الحدودية، وإخراجهم من النطاق الجغرافي الضيق إلى رحابة المجتمع المصري والتعرف فيما بينهم على بعضهم البعض. الجميل أن لدينا شباب وشابات من حلايب وشلاتين يلتقون بشبان وشابات من مطروح، من شمال سيناء، من البحر الأحمر، من أسوان، من أبو سمبل، من أماكن مختلفة، من واحد سيوة، يلتقون ببعضهم البعض ويتعرفون على بعضهم البعض ويتبادلون الرؤى ويتبادلون الأمال والطموحات في المستقبل، وأيضا يتبادلون الموروثات الشعبية التي تميز كل منطقة من هذه المناطق عن غيرها. هذا الملتقى 12 الذي تقيمه هيئة قصور الثقافة يقدم محاضرات في التنمية البشرية والتوعية للشباب والشابات المقبلين، سواء كانوا في سنوات الدراسة الأخيرة أو خريجين من
الجامعات المصرية المختلفة، وأيضا تقديم ورش لمثلا كالديكوباج، تعلم كتابة السيناريو، التطريز، الخيامية وغيره من الفنون التي يحاولون من خلالها معرفة النماذج التي تتمتع بموهبة في هذا أو في هذا الشأن. 7 أيام نقضيها هنا في مدينة العريش، نتعرف على أبناء مصر من المحافظات الحدودية لمزيد من التعارف والتقارب والتفاهم وتبادل الخبرات والمعرفة. إليكم الميكروفون. نظمت مؤسسة حياة كريمة فعالية خاصة بتوزيع الاحتياجات المدرسية للطلاب الإسماعيلية ضمن مبادرة راجعين نتعلم. وقد أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة راجعين نتعلم لتوفير المستلزمات المدرسية للأسر الأكثر احتياجا في محافظات مصر. المبادرة تأتي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يجرى عمل بحث استقصائي بالأسر المستحقة مع تحديد أماكنهم في كل محافظات مصر. النهاردة بنوزع مئات الشنط على أبنائنا الطلبة الغير قادرين بمركز إسماعيلية، والحمد لله رب العالمين احنا شفنا وشوش الفرحة على أبنائنا الطلبة والطالبات من أبنائنا، والحمد لله احنا المبسوطين أكتر منهم كمان إن احنا متواجدين في وسطهم، وإن شاء الله احنا معاهم في أي فعاليات أخرى بأمر الله. والحقيقة يعني إن الشباب كلهم والأطفال مبسوطين جدا وسعداء جدا بالمبادرة، وإحنا بنوعدهم إن شاء الله إن احنا مستمرين معاهم في كافة أوجه الدعم، وإن شاء الله يعني على مرات ومرات جاية بإذن الله نتقابل معاهم ونشوفهم في أحسن حال إن شاء الله. ونتحول معكم الآن لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. رجاء رمزي والتفاصيل رجائي. شكرا محمد، شكرا ليلى. مشاهدينا أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الجولة الاقتصادية. تتواصل جهود الدولة من أجل توفير حزمة كبيرة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تعكس اهتمامه بالفئات الأولى بالرعاية وحرصه على تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل هذه الشريحة من المواطنين. وشهدت وزارة التضامن الاجتماعي اجتماعا موسعا لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل سرعة بدء تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة، وذلك بنسبة 15%، مشيرة إلى أن إجمالية نسبة زيادة قيمة دعم تكافل وكرامة بلغت 40%، وذلك منذ مارس الماضي، وزيادة المستفيدين بحوالي 1 مليون أسرة ليتخطى إجمالي المستفيدين 22 مليون مواطن. أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن النسخة 7 من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة ستعقد في فبراير 2024. وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن النسخة القادمة من المؤتمر تشهد تحولا جذريا وتوسعا في الأهداف والرؤى لتنطلق في مسماها الجديد مؤتمر مصر للطاقة، تتناول كافة قضايا الطاقة ومجالاتها. من المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 35,000 مشارك و500 شركة عارضة ونحو 15 جناحا دوليا و120 دولة مشاركة. قرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 28 من سبتمبر الحالي، وذلك لمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف للعام 1445 هجرية. وأوضح البنك في بيان له أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر المقبل.
وإلى أسواق البترول العالمية التي تراجعت أسعار النفط فيها خلال تعاملات قبيل الإعلان عن قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، مع عدم تأكد المستثمرين من موعد وصول أسعار الفائدة إلى الذروة ومدى تأثير ذلك على الطلب وعلى الطاقة. تراجعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة بلغت تقريبا 1% لتصل إلى 93 دولار 39 سنتا للبرميل، فيما انخفضت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة بلغت 0.2% لتصل إلى 91 دولار 92 سنتا للبرميل، فيما هبطت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 2.21% لتصل إلى 3 دولارات 21 سنتا للتر. هذا فيما انخفضت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 0.23% مسجلة دولارين 2.65 سنتا، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض قبيل قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن سعر الفائدة، غير أن بورصة دبي خالفت الاتجاه وأغلقت على ارتفاع. تراجع المؤشر السعودي بنسبة بلغت 0.1%، فيما هبط المؤشر القطري بنسبة بلغت 0.2%، أغلق أيضا مؤشر أبو ظبي على استقرار، في حين ارتفع مؤشر دبي بنسبة بلغت 1.6%، ممددا مكاسبه لثالث جلسة. هذه الجولة الاقتصادية مشاهدين، عودة مجددا إلى محمد وليلى، فعليكم. شكرا لك. تمت إضافة مجموعة متنوعة من المواقع البلجيكية والفرنسية للحرب العالمية الأولى إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي. تضمن المواقع عددا من المقابر لقتلى الحرب العالمية الأولى والنصب التذكارية. ونتعاون مع حضراتكم للمتابعة لأهم وأبرز الأخبار الرياضية. رجائي رمزي في انتظاركم مرة أخرى وطائفة من آخر أخبار الرياضة، إليك رجائي. شكرا ليلى، شكرا محمد. مشاهدينا، أخبار الكرة والملاعب نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الرياضية. فاز منتخب نشأت كرة اليد على نظيره الجزائري بنسبة 30-18 في ربع نهائي البطولة الأفريقية المقامة حاليا في تونس، ليتأهل المنتخب الوطني إلى الدور قبل النهائي من البطولة ليحجز مقعدا في بطولة العالم القادمة. كان منتخب ناشئات كرة اليد فاز أمس على نظيره الأنغولي بنتيجة 25-23 في إطار مواجهات البطولة الأفريقية. وإلى مدينة العين الإماراتية التي تحتضن المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم خلال الفترة من 9-17 من أكتوبر المقبل، وذلك في إطار التعاون ما بين مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة. يخوض المنتخب الوطني مباراتين وديتين خلال معسكره في العين على سادي هزاع بن زايد، الأولى أمام منتخب زامبيا يوم 12 من أكتوبر، الثانية أمام منتخب الجزائر يوم 16 من الشهر نفسه، في إطار برنامج تحضيرات الفراعنة لخوض تصفيات كأس العالم 2026 وأيضا نهائيات بطولة كأس العالم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار يناير المقبل. توجت بطلة البارا تايكوندو سلمى علي بذهبية بطولة الجائزة الكبرى فئة جي 6 والمقامة حاليا بالمكسيك، ذلك بعد أن فازت في المباراة النهائية على بطلة منغوليا 3-2. كانت سلمى علي قد فازت على أو في دورة ثمانية على لعبة بريطانيا 16 مقابل 2، ثم حققت الفوز على بطلة المكسيك في نصف النهائي 2-0. وإلى الدوري الممتاز لكرة القدم، حيث فاز فريق الداخلي على ضيفه إم بي بي هدف
نظيف في المباراة التي جمعتهم على ساد السلام في إطار الجولة الافتتاحية من الدوري الممتاز. سجل هدف الداخلية والمباراة الوحيدة لاعب عبد العزيز السيد في الدقيقة 36 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. حصد داخلية أول 3 نقاط له هذا الموسم، بينما إمبي بدون رصيد. ولحساب نفس الجولة من الدوري الممتاز، فاز فريق بلدية المحلة على المقاولون العرب بهدفين نظيفين. أحرز هدف بلدية المحلة الأول اللاعب عبد الرحمن جمال في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول. في الشوط الثاني يسجل حسام أشرف الهدف الثاني في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، فيما يتعادل الجونة مع سموحة خلال اللقاء الذي جمعهما على سادة الإسكندرية. افتتح التسجيل لسموحة فادي فريد في الدقيقة 4 من عمر المباراة قبل أن يتعادل أحمد بالحاج للجونة، وذلك في الدقيقة 94 من عمر اللقاء. أعلنت أو إلى دوري أبطال أوروبا، حيث تجرى بعد قليل مباراة بايرن ميونخ أمام مانشستر يونايتد في إطار الجولة الأولى، فيما يلتقي كل من أرسنال وأينهوفن، كما يواجه ريال سويسيداد أنتر ميلان ضمن منافسات نفس الجولة. أعلن نادي برشلونة تجديد تعاقده مع لاعب الفريق أليخاندرو بالدي حتى العام 2028. يعتبر بالدي عنصرا أساسيا في خطة برشلونة، ويشارك باستمرار في مركز الظهير الأيسر منذ تصعيده قبل موسمين للفريق الأول. شارك بالدي في 44 مباراة بكل البطولات مع برشلونة الموسم السابق، فيما أحرز هدفا وصنع 7 أهداف. كانت أخبارنا الرياضية مشاهدينا، العودة مجددا إلى ليلى ومحمد، فعليكم شكرا. شكرا لك رجاي. قالت شركة نيورلينك للتكنولوجيا العصبية التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك إنها حصلت على موافقة للبدء في أول تجربة بشرية لها لزرع رقائق إلكترونية في دماغ بشرية. وذكرت الشركة أن التجارب تهدف إلى مساعدة مرضى مصابين بالشلل من خلال دراسة تجريبية تبلغ مدتها 6 سنوات. وننتقل معكم الآن في وقفة أخيرة ومتابعة لأهم أخبار الطقس. رجاء رمزي وقفة أخيرة، تفضل. شكرا محمد، شكرا ليلى. مشاهدينا، توقعات خبراء الطقس نتابعها وإياكم في هذه الجولة الجوية. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وأيضا شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد، وذلك حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وأيضا جنوب الصعيد. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المحافظات ومدن الجمهورية: محافظة القاهرة العظمى فيها 32، صغرى 24، الإسكندرية 29، 23، مطروح 29، 22، بورسعيد 30، 25، أما محافظة الإسماعيلية العظمى فيها 33 والصغرى فيها 22، محافظة السويس العظمى فيها 33، الصغرى فيها 23، العريش 31، 24، طابة 33، 25، شرم الشيخ 36، 26، محافظة الغردقة العظمى فيها 35 والصغرى فيها 26، الأقصر 37، 24، أسوان 39، 25، الوادي الجديد 37، 25، شلاتين 36، 26، محافظة حلايب 32 هي العظمى، أما الصغرى
27. والآن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نتابع. الآن مشاهدينا أترككم ولقطة اليوم نتابع. وبهذا نصل إليكم إلى ختام هذه النشرة، ولا تبقى الناس والتذكرة بأبرز العناوين. الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد أنها ستقف على مسافة واحدة من المرشحين كافة وتتعهد بإعمال حقهم كاملا. خلال ترأس الاجتماع الوزاري لمنتدى مكافحة الإرهاب، شكري يؤكد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمجابهة الإرهاب واقتلاعه من جذوره. مصر تدين التصعيد الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وتدعو إلى ضرورة تغليب مسار التهدئة والنأي عن تبني سياسات العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.
وبختام العناوين نصل معكم لختام نشرة التاسعة، لكن هواء التاسعة مستمر معكم والزميل يوسف الحسين. ازيك يا ليلى؟ ازيك يا محمد؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ يمكن الخبر المتعلق بالهيئة العليا للوطنية للانتخابات يعني بيقول خلاص الانتخابات اصبحت يعني زي ما يقولوا كده قاب قوسين او ادنى، وابرز خبر لليوم فعلا خلاص يعني قريب جدا نبدا بقى الاستحقاق الدستوري في الانتخابات الرئاسية، وبندعو بالتاكيد بقى كل الناس انها يعني تشارك وتنتخب وتدلو بدلوها وتقول رأيها، لأنه ده حق طبيعي يعني ومشروع ليه، مش كده ولا إيه؟ وتطمينات الهيئة كمان النهاردة كانت مهمة جدا، الوقوف على مسافة واحدة بين طبعًا كافة المترشحين، انتهاء كافة الإجراءات اللوجستية اللي هي تؤهل النهاية على الانتخابات، كل ده شيء مهم جدا يعني. صحيح 100%. يعني هنناقش بقى حاجات كتير جدا النهاردة، وبالمناسبة من ضمن مواضيعنا الرئيسية مسألة الانتخابات الرئاسية. أشكرك يا محمد وأشكرك يا ليلى، وأستأذنكم نبدأ فقرتنا بالتوفيق.